أكيد الكل ينبهر من مهارة الكعبي سعود الكعبي العالية واللياقة البدنية، هذا كله طبعا بفضل التمرينات، لكن المشتركين لياقتهم تتطور أكثر وأكثر مع ربيع. خلونا نتابعهم. شباب وصبايا، اليوم شكلكم نشاطين، جاهزين للصف اليوم؟ اوكي، نجيب زقف يعني كثير نشيط اليوم. الحمد لله اليوم نجيب ما حيكون الاساسي تبعي، حيكون عم يتمرن معنا واسماء بلشت تدعي يا رب. اليوم هالطابه بتعني عم نشغل استابيليتي للمعده، عم نشغل بالانس لجسمنا، حتكون شوي اصعب. اتفقنا لانه ساشن بعد ساشن حتكون التمرين اصعب واصعب. داني شربان قهوه اليوم ولا لا؟ ما شربان، بعدك نايم، هلا بوعي. حنقرب لقدام كلنا سوا. شوي شوي عم نام لورا على ظهرنا. عم نطلع لفوق. داني عرب بعد ما بلشنا. عم نطلع لفوق ايدي ولا راسي وعم بطلع لفوق على السقف. بدي اطلع شد معدتي واحد وبنزل شوي شوي. عم بشد معدتي لفوق وبنزل ايدي ولا راسي. يلا سوزان واسماء ابعدوا عن بعض، كل واحد يركز بحاله. نجيب مش عم نتمرجح، هدي حالك هون اطلع. راسك ايدك ولا راسك؟ اثنين لفوق. يلا نجيب الكل عم بحمسك. يلا 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 كمان بعد بعد. يلا يلا شد هلا شدوا. عم اهلك عم اهلك. مساعد ما ماشي حاله، بالتمرين ما ماشي حاله، ما بعرف عم بدي افكر بشي طريقه اخترع. هلا قاعد بيني وبين حالي لاشوف نجيب شو ممكن اتوصل معه. يعني بدينا على خصمه، بدي مد اجت خمسه اربعه ثلاث اثنين، بدي ارجع فيه انزل لتحت. الميل الثاني بدي اطلع لفوق، دائما عم شد معدتي، ما بدي اروح شمال ويمين، بدي شد معدتي كلها. عم نعتمد على المعده هون وعلى الكوت لقدام، برجع بنزل لتحت. طب ليش اميره عم تعمل واسماء سوزان لا؟ سبب سوزان انا مش عاقبه، انا مشكله. حنعمل هلا بوش اب على الطابق. سوزان هيدي بوش اب هاي؟ ايديك هيك عم تحرك. انا شايفه ان انا يعني كفايه ان انا متميزه في حته معينه، ما حدش غيري بينافسني فيه. الفشل ايدي على الارض، بمشي مثل ما عم قلكم اعملوا، ما حدا يخترع شيء من عنده، كلها مع بعض. نجيب انت فاشل بكل معنى الكلمه يعني. واحد فوق اثنين. سوزان سوزان سوزان. الفشل في حد ذاته هدف صعب الوصول، مش اي حد يقدر يوصل له يعني. شغل مش عاجبني اليوم بالمره، نام على الارض نجيب. ليكو اللي ما حيعمل مظبوط حيعمل بوش اب لحاله. كلنا عم نطلع لفوق واحد وبنزل شوي شوي. برافو يا داني. لفوق اثنين. سوزان حنقضيها هيك بهالطريقه لفوق. اطلع يلا اطلعي لفوق لعندي. يلا خلي ايدك جالسه لفوق، امسكيها شدي معك واطلع يلا لفوق. سوزان يعني عندها مشكله اليوم، دائما عندها اعذار. اذا ما بتحكي ما بتعرف تشتغل، اذا ما بتعرف تشتغل بتخترع عذر. مره طابه كبيره ومره طابه صغيره. شو 30؟ ما كلهم 10 اللي عم تعملهم انت. هيدا ما حيخلي يطلع صوتك بقى. يا حدا عم مضبوط يا لا نجيب. طيب هيك شكله نجيب يتعاقب. قبل ما تروح طابه انزل على الارض، انزل على الارض. يلا خش يلا. مش انت بتعدل، هني بعدوا لك. يلا خمس مرات فوق. اثنين. هيدي بوش اب اللي عملتها نجيب. حرام للطابه اللي كانت اليوم تحته. نجيب انت مثل اللي شيء واقع عليك. واحد انت ولا عارف حاجه ولا كيف لا عم تعرف لا ما عم ترضي ولا مره رضيت يعني. على بالي شي مره تفاجئني وتعمل منيح. والله احس ان الموضوع موضوع شخصي بيني وبين الاستاذ ربيع، في غيره. اي حركه اعملها غلط، اي حركه اعملها غلط، في غيره. يمكن احس انه غير مني. بقرب لقدام شوي. قلت بتطلع ما بتسمع تفهم عربي؟ اي لغه بحكي؟ ايدينا لفوق عم بنزل شوي شوي. اثنين قلت اثنين بتقول واحد. دائما انت بعكس العالم. شد معك شده لهلا هلا شده.
نكست ويك حيكون تمرين مع نجيب، حيكون غيره ساكن ان شاء الله موجود بعد معنا، بوعده بعقاب خاص 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 لنجيب. على العموم لو استمر استاذ ربيع بهذه المعامله انا مضطر ابلغ جمعيه حقوق الانسان. اليوم بالاجمال ما كنا منيح، ما كنا منيح اليوم، يعني نجيب يقلب سوزان ساعة بتحجج لي بالطابة كبيرة، ساعة لي طابة صغيرة، بدك ما عرفت شو بدك، أسماء تقلب عليها بتقلب عليك، يعني اليوم اللي كان بين البنات أميرة وميسا اللي كانوا منيح، سوزان وأسماء ما بعرف شو مشكلتكم أنتم، ما عم تتحسنوا. إحنا مشاغبين يا أستاذ ربيع، وأنا مشاغبة، أوكي. إحنا في أميرة وفي ميسا، ان شاء الله الاثنين حينضموا للحزب المشاغبين، وحتشوف الحلقه الجايه حتكون مولعه. من بعد الرياضه خلونا نرتاح شوي وناخذ هذا الفاصل. جيمس بوند احباء كثير، لكن سعود الكعبي محبينه اكثر. المشتركين كانوا 16 وصار 8 في نص المشوار. العلاقة صارت بينهم أقوى وأقوى، وصار يحزنون لما يطلع واحد من بين أخوانهم أو أصدقائهم. ساكن وياهم اني هو نجيب، اخوي الكبير نجيب، وجاسم مثل اخويا، يعني نجيب مثل ابونا واحنا اولاده، يعني هيك نحس الشيء. يعني نجيب قلب حنون كثير كثير كثير، قلب حنون، قلبه حنون ولين. جاسم في صدق، يعني مستحيل انه يكذب بشيء، كل الشباب ما يكذبون، لكن جاسم احس كل شيء يقوله في صدق، كل شيء ما يحب يؤذي انسان، ما يحب يسمع كلمه لاحد، ما يحب، يعني انسان مسالم بكل معنى الكلمه. والله الشباب اذا رحت اني مثلا، اذا سافرت اني طلعت من البرنامج قصدي، او هم طلعوا، واي 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 راح اشتاق لهم. حسن رغم انه ابن بلدي، لكن انا ما عرفتوش الا هنا، يعني ما عرفتوش في بلدي، عرفته في البرنامج. حسن يمكن اللي يميزه طيبه قلبه، طيب يعني، يمكن اوقات تشوفه مزعج او، لكنه مداخل طيب. حسن يمكن ما حد يعرفه الا اللي هو قريب، بيحب الخير على الاشخاص الباقيين. في ناس لا، يمكن ما يحبش الخير لغيره، يحب الخير نفسه. حسن لا، يحب الخير للجميع. حسن علمنا حاجات كثيرة، يعني أول حاجة الصبر، إننا نصبر، وعلمنا حب كيف، يعني كيف تحب الآخرين. يعني يمكن أوقات إنسان يسيء لك، في إنسان ما عاد تقدر تقبله، لكن حسن من النوع اللي إيش، إنسان سأله يسامحه على طول. نجيب ضحوك، يحب يضحك، يحب يسليك، يحب يقول لك، يعني لما يشوفك زعلان يجي يواسيك، وهذا عن غيره ممكن يشمت فيك يضحك عليك، بس هو لا، مش مثل غيره، يعني لما يشوفك زعلان يجي يواسيك، وهذا يعني مثال. كانت انا قبل كم من يوم عمتي مريضه تعبانه، وقال هو قلت انها تعبانه، ما حد جاء قال لي غيره شو فيها شو ما فيها تعبانه وكذا، يعني جاء واساني، عرف يعني يجي وياخذ، يعني يخفف علي شويه، هذا اللي يميزه هو. اكثر شخصين قريبين مني هما نجيب وداني. نجيب انسان
صاحب حق وطيوب و تنجم تقول الكلنا نحبوا نجيب و يعني وطيب يعني معانا مع ناس الاخرين طيب ممكن اكثر حاجه تخليني قريبه من داني انه يعني ديما ينصحني وكما قلت على نجيب اللي في قلبه على لسانه يعني ما يخبي شيء واي حاجه ما تعجبوش يقولها ولا حاجه تعجبه يقولها. كنت صحاب ياسر انا ونورما. نورما كانت بصراحه تخاف عليا برشا وتقول لي معناتها كي نغني تقول لي هذه حلوه هذه لا اميره زيد هكا ديما تنصحني معناتها نورما قلبها كبير نورما قلبها كبير برشا ومرحه. اسمى دلوقتي هي اقرب حد ليا وميس اسمى حنينة وبتاثر بسرعه ترتبط بالاشياء قوي يعني يمكن جيت مره ما بتش معاها في الاوضه قعدت تقول لي انا ما عرفتش انام وفضلت صاحيه وانا بنام بتكييف هي ما بتعرفش تنام بتكييف خالص بس اسمى اتحولت 180 درجه بقت تنام بتكييف عشان تجيبني انام جنبها وتقعد تتكتك طول الليل. يعني اول يوم التقينا انا وسوزان اول يوم اجت سوزان انا التقيت فيها فمن هذاك النهار يعني احنا سبحان الله يمكن من عند الله يعني سوزان كنا مقربين من اول يوم من اول دقيقه جات الغرفه عندنا واحنا مقربين مع بعضياتنا يعني اي حاجه كانت يعني كتقلقني ولا نبكي ولا نفرح سوزان هي اول وحده كتشوفني هي اللي كنقدر نتكلم معاها ونقولها اي حاجه. من ناحيتي انا قريب للكل انا اكون بقدر ما فيني اكون قريب للكل. صداقة تلموت المشتركين طلبوا مني اني استعمل سيارتي الخاصة في هذه المهمة لكن انا كانت عندي مهمة خاصة غطست في بحر جميرة طلعت على برج العرب وصلت لبرج خليفة ونزلت على البوليفارد وطلعت لكم بهذا التقرير. الخليج عاقلين وممتازين فطلعت لنا جائزه الجائزه اللي هي باش نجيو ننظفوا البشره هو الحقيقه احنا ماناش محتاجين راه شوفوا معناتها البشره نتاعنا هكا تعمل اهلا وسهلا فيك تفضلي سوزان اليوم راح اعمل لك تقنيه الهيدرا فيشل اللي هي احدث تقنيه لعلاج البشره وبنفس الوقت لازاله الخليه الميته بنجرب نحف الجلده لنقيم منها كل الخليه الميته بنلاحظ انه كل الخليه الميته الموجوده عن سطح الجلد بتسكر المسامات وما بتخلي الجلد تتنفس بطريقه صحيحه هيدا الكريم بغذي جلدي لانه فيه فيتامينز نرجع نجرب نعمل لها نوع من الفاكيوم لحتى يدخل هالكريم بطريقه صحيحه للمسامات اوكي مزعوج شيء اوكي هيدا السيروم فيه فيتامينز فيتامين اي فيتامين اي انتي اوكسيدنت تيحافظ على الشغل اللي نحن استعملناه هلا احنا خلصنا خلص عندنا في مصر بنقول نعيمه
نعيما. انا اصلا بحب جدا تنظيف البشره وكل يوم حتى واحنا قاعدين يوم يشوفوني حمراء يوم يشوفوني خضراء يوم يشوفوني زرقاء فانا بحب الموضوع ده جدا. اتفضلي يا حبيبتي. خلينا اول شيء نشوف اي نوع جلدي عندنا اليوم. شويه اكني وحبوب هون ورح نجرب نعطي لها البشرة رونق وتجدد قد ما فينا. أكيد تستعملي كريمات معينة نطفي فيها بشرتك اليوم ما هيك؟ خصوصاً أنتو بتستعملوا كتير مكياج فقبل المكياج مفروض تكون البشرة منظفة منيح. أصلاً هذا طلع من الميك إيه لأنه ما بتحطي كريم دوباز يعني كريم أساس لتحفظي البشرة. رح أعمل لك نوع من الكريستال بيل اللي هو تقشير كريستالي تنقيم كل الخلية الميتة. هالكريستال الخفيف الموجود بهالتقشير الكريستالي بيزيل كل خلية ميتة على سطح الجلد بيجدد البشرة وبيعطينا لمعان. قلتي لي انت حساسة فحنحط شيء ننتبه لحساسية جلدتك. بشرتي حسيتها نظافت هكا وفما انتعاش وخاصة انه يعني في كل امس نحب نطلعوا احلى واحلى واحلى فهذا الشاي معناتها يساعدنا باش نكونوا مرتاحين نفسيا. مرحبا اهلا كيفك؟ اهلا وسهلا تفضلي. يعني تقريبا نفس المشاكل اذا بنلاحظ هون لانك انت ما بتعتني مظبوط ببشرتك فانت بحاجه من وقت للتاني تعملي تنظيف لبشرتك. هلا رح اعمل نوع من سكراب بنجرب نحف هالجلده. بتحافظ لك على رونق جلدتك ونظافتها. جلدي صارت نظيفه. برجع بستعمل تقنيه الهايدرافيشل اللي هو نوع من الليد لايت بيسكر المسامات المدهنه والمفتوحه وبيعمل نوع من الستيميليشن للكولاجين يعني تحفيز الكولاجين ليرجع يشتغل بطريقه صحيحه. وهيدا المغذي مش مفروض يكون مدهن لانه انت عندك ديجا البشره مدهنه. وحسيت وجهي يعني ضوي من قبل وجهي ضوي بس زاد ضوي وحسيت في نضارة بالبشرة. هذه كانت حلقاتنا لهذا الأسبوع من يوميات الكعبي سعود الكعبي. تابعونا باكر في الأمسية السابعة من نجم الخليج ولا تنسون تصوتون لمشتركينكم المفضلين وتابعون أخبارنا وتتواصلون معنا عن طريق صفحة الفيسبوك. حياكم الله.